عايزة أوريكم زينب ما شاء الله وهي نازلة على السلم إصابة نقاشة كده في الشهر الثاني ما شاء الله عليها. احنا لسه مصورينها وهي ماشية لوحدها في الشهر الثاني، احنا خلصنا بالظبط 5 أسابيع تمشي لوحدها وتطلع وتنزل السلم. حلوة قوي. ده في الأسبوع الخامس. ألف. طب اعدلي نفسك بس وساعدها تطلع أول سلمة بس. امسكي الترابزين. احنا يلا يا رب ان شاء الله هما النهارده ان شاء الله هما الاثنين الابطال بتوعنا النهارده. لا عادي مش يلا حمس برافو. على فكره احنا بندربها اول مره تطلع السلم معاكم، يعني هي احنا علمناها النزول بس ما كناش علمناها الطلوع. يعني ما شاء الله احنا يعني علمناها، خدنا القرار ان احنا هنكمل في الطلوع واحنا معاكم في الفيديو لايف. طبعا هي الجلسه طبعا بتعدي